بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة عبرانيين إصحاح 3، وأراجع معاكم بسرعة إصحاح 1 و2. معلمنا بولس الرسول بعد الرسالة دي قرب نهاية حياته لما اشتد الاضطهاد من اليهود على اليهود المؤمنين بالمسيح المتنصرين، فعشان يثبت إيمانهم ويمنعهم من الارتداد مرة أخرى لليهودية كتب رسالة العبرانيين. رسالة متميزة ومختلفة عن بقية الرسائل بحكم غرضها، لأن هذا الغرض في شرح الإيمان المسيحي لليهود وفي تثبيت إيمان المتنصرين من اليهود، ده غرض خاص مختلف عن أغراض بقية الرسائل. كل تركيز الرسالة على ربنا يسوع له المجد، وفي مقارنة بين المسيح له المجد مع الملائكة، وبعدين مقارنة مع الأنبياء، وبعدين دلوقتي هيبقى مع موسى، بعد كده مع يشوع، مقارنة رئاسة كهنوت المسيح له المجد برئاسة الكهنوت اليهودي، مقارنة الذبيحة القديمة بذبيحة المسيح، مقارنة الشريعة بشريعة العهد الجديد، كلها ماشية على نهج المقارنات بين القديم والجديد، وكلها بتبرز حقيقة إيماننا بلاهوت المسيح له المجد وعمله في خلاص البشرية. صح اللي فات صح 2 انشغلنا مع معلمنا بولس الرسول بسؤال مهم: لماذا تجسد المسيح؟ وقالها لنا بطريقة مبسطة لما قال: لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. فالمسيح جه عشان يموت عننا ويفدينا. ومعلمنا بولس بدأ شرحه للفكرة دي برضو من كتب العهد القديم، بدأ بمزمور المزمور 8: أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها، عشان يشرح لنا من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة توكته وأخضعت كل شيء تحت قدميه، وابتدى يشرح. وصلنا في نهاية كلامه أنه كان لازم يكون فادينا ومخلصنا إنسان زينا من ناحية البشرية، لكي يكون مجربا ورحيما مثلنا، ويكون إلها أيضا عشان يقدر يكفر عن خطايا البشرية كلها ويكون بلا خطية، ودي مش موجودة في أي إنسان تاني. وبدأ إصحاح 3 بتعبيره: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. هيبدأ في إصحاح 3 بمقارنة ربنا يسوع له المجد بموسى النبي. ليه؟ موسى هو أهم نبي في تاريخ اليهود، هو صاحب الشريعة، تنسب الشريعة إلى موسى، وهو صاحب الكتاب، تنسب التوراة إلى موسى، كتب موسى أو توراة موسى، فهو وسيط العهد القديم من الناحية البشرية، يعتبر هو الوسيط. وبالتالي اليهود كانوا دايما يفتخروا بانتسابهم إلى موسى، يقولوا احنا تلاميذ موسى. أفكركم في قصة المولود أعمى، لما جم يحكموا المولود أعمى لأنه بيدعي حسب كلامهم أن المسيح خلق له عينين، فشتموه وقالوا له احنا تلاميذ موسى، فأما أنت فتلميذ ذاك، نحن نعلم أن الله كلم موسى، لكن ده احنا مش عارفين مين كلمه. على المسيح له المجد. وطبعا المولود أعمى ببساطته أفحمهم في الرد وقال لهم: يعني احنا منذ الظهر ما سمعناش ان حد بيفتح عينين مع مولود أعمى، وما كانش من ربنا، ما كانش عمل كده، ولأنه شاهد للمسيح طردوه من المجمع. إنما كانوا دايما اليهود يفتخروا بقولة احنا تلاميذ موسى، احنا بتوع موسى. حتى الكبار منهم
الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة، يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، يعني على هذا المركز الخطير اللي بيقود الشعب أو بيعملوا الشريعة. فربنا يسوع له المجد. إلهنا كان لازم معلمنا بولس يقول لليهود يجي إيه موسى النبي مهما كانت عظمته في المسيح، ما يجيش حاجة. ده موضوع إصحاح 3 كله، إنه إذا كان موسى شخص عظيم بهذا المقدار، بولس الرسول بيقول أنا مش مختلف طبعا، موسى النبي موسى عظيم، لأنه محدش اتقال عليه إنه كان بيكلم ربنا كما يكلم الصديق صديقه زي موسى النبي. وإنما ده ما يجيش حاجة برضه جنب ربنا يسوع زي ما هنشوف. فيقول لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. لما حد يتكلم عن رئيس كهنته أو رسول اعترافنا، فيقول طب إزاي يتقال على المسيح كلمة رسول؟ هل يليق أن نقول على المسيح له المجد كلمة رسول؟ من ناحية بشريته إنسانيته طبعا يجوز أنه نقول عليه مرسل من الله، لأن المسيح نفسه قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالمسيح له المجد، مرسل إلينا من السماء، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني أرسله إلى العالم عشان يقدمه ذبيحة. لكن ده لا يقلل أبدا من شأن لاهوته، إنما دي إشارة إلى ناسوت، هو ناسوت كامل، بشرية حقيقية، إنسان حقيقي. البشرية الكاملة دي لها صفات الرسول ولها صفات رئيس الكهنة من ناحية الإنسانية، لكن أيضا ده ما لغاش لاهوته، هو ما زال إلها. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. هم أصل اليهود يقولوا إيه؟ موسى كان الرجل الأمين، النبي الأمين الذي ائتمن على رسالة وكان أمين فيها. فقال لهم يعني إذا كان موسى أمين في بيته، بيته اللي هو الشعب اليهودي، طبعا ربنا يسوع له المجد أمين برضه. لكن هوريكم بقى الفرق بين موسى والمسيح. كلمة أقامه دي عملت مشكلة وقت أريوس. ليه؟ أريوس قال بما أن الكتاب بيقول حال كونه أمينا للذي أقامه، يبقى الآب أقام المسيح رئيس كهنة، يبقى المسيح له المجد، مجرد إنسان أو أعلى شوية من الإنسان، إنما مش لاهوت واحد. طبعا دي ما تشككناش. ليه؟ لأن لما يجي الكلام عن دور المسيح له المجد من الناحية البشرية والإنسانية، طب وماله لما يقول أقام؟ ما فيهاش مشكلة. عارفين زي إيه؟ زي ما يتقال في الكتاب المقدس إن المسيح قام فتنسب القيامة إلى ربنا يسوع، المسيح قام بقوته، وفي مرات أخرى تنسب القيامة إلى الآب، نقول الآب أقام الإبن. طب ما هي نفس فعل القيامة، القيامة من الأموات، المسيح قام بقوته، بقوة لاهوته، فلأن اللاهوت واحد تنسب قوة القيامة، ممكن مرة للآب ممكن مرة للإبن، مفيش أي مشكلة. فالآب أقام الإبن صح، والإبن أقام نفسه برضو صح، مفيش مشكلة. ليه؟ لأن احنا بنتكلم من الناحية اللاهوتية، من ناحية الألوهية. فالآب أقام الإبن لأن التركيز هنا على دور المسيح كمخلص، كشخص يقود الشعب للخلاص، هيمشي على الأرض ويقدم نفسه ذبيح. فهنا الآب عينه مخلصا. طب ده يقلل من كونه إله؟ لا، لا يقلل من كونه إله أبدا. حال كوني أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. قال لهم إذا كنت هتقدموا كرامة لموسى النبي لأنه كان أمين في رسالته وقاد الشعب بأمانة 40 سنة في البرية، إنما في فرق في الكرامة بين صاحب البيت وبين
واحد من البيت. موسى النبي مجرد عضو في الشعب الذي يقود الله. موسى النبي هو إنسان، مجرد إنسان نبي أختير لرسالة. أما صاحب البيت كله ده المسيح له المجد، فبيقول هذا قد حسب على المسيح له المجد أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. يعني اعتبر موسى جزء من البيت، طوبة جوه البيت. ما احنا بعد كده بيقول علينا كونوا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا، فموسى ده حجر وسطينا. إنما المسيح له المجد إيه؟ باني البيت كله. ففي فرق كبير قوي بين حجر كريم جوه البيت وبين صاحب البيت باني البيت. عارفين المقارنة دي تفكرنا بإيه؟ زي ما راحوا يقولوا ليوحنا المعمدان تكونش أنت المسيح، قال لهم بتقولوا إيه؟ أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. يعني إيه؟ يعني أنا أجي فين في المسيح؟ ده أنا ما استاهلش أكون خدامه عبده، لأن اللي ينحني ويحل سيور الحذاء بنظام العبد للسيد. فيوحنا المعمدان اللي شهد له المسيح أنه أعظم من نبي، وبالتالي بالنسبة لنا ممكن يبقى في مرتبة أعلى من موسى نفسه، يوحنا المعمدان. ومع هذا هو نفسه لما سئل عن مركزه بالنسبة للمسيح قال أنا لست مستحقا أن أنا حالي وحل سيور حذائه. يعني أنا مجرد عبد للمسيح. إذا ما قيل عن يوحنا المعمدان يقال عن موسى، دول عبيد للمسيح بالرغم من كرامتهم العالية جدا، إنما هم نفسهم ينظروا للمسيح كمخلص ليهم، مخلص العالم كله. حجة أخرى، لما سئل يوحنا المعمدان برضو قال إيه في يوحنا 3؟ يقول من هو من يأتي من فوق هو فوق الجميع. يعني اللي جاي من السماء ده فوق الكل، ولكن الذي يأتي من الأرض من الأرض يتكلم. يعني إحنا مهما كان إحنا بشر أرضيين، ده بيتكلم عن نفسه هو والأنبياء. صحيح الرسالة سماوية، لكن الشخص النبي مهما كان هو إنسان تراب. أما المسيح له المجد ليس مجرد إنسان، هو كلمة الله المتجسد. ففي فرق كبير قوي، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فيوحنا 6 برضو في مقارنة أخرى اتعملت بين المسيح له المجد وموسى النبي. اليهود حبوا يساوموا ربنا يسوع، فقالوا له شوف بقى لقينا الناس كلها ماشية وراه. فبدأ في نظرهم يأخذ مكانة موسى النبي، وهم غيرانين متغاظين رؤساء الكهنة والشيوخ. قالوا له شوف موسى أعطانا المن، أنت تدينا إيه؟ دي موسى. قال لهم مش موسى اللي اداكم المن، ليس موسى الذي أعطاكم المن، بل أبي. شوف التعبير، مش موسى اللي اداكم المن، ده أبويا أنا اللي اداكم المن. أما بقى عن المن، أنا بقى هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى إلى الأبد. وبدأ يتكلم باستفاضة عن كونه خبز الحياة وعن كونه طريق الحياة الأبدية، لدرجة اليهود اتغاظوا ورجعوا وقالوا الكلام ده صعب، مين يقدر يقبله؟ ورجع كثيرون إلى الوراء. لكن كان دايما في مقارنة بين موسى وبين المسيح له المجد، لأن شايفين فيه عظمة لم يصل إليها شخص في التاريخ مثلما وصل موسى. وبعدين في يوحنا 5 يقول لهم عارفين لو كنتوا بتسمعوا كلام موسى كنت سمعت رأيه فيا، لأن موسى شهد لي. طبعا هم مش عاوزين يسمعوا أي حاجة تشهد للمسيح له المجد، لكن المسيح له المجد ذكر أن موسى نفسه شهد، ودي تلاقوها في تثنية 18. فرسالة كورنثوس الثانية أصحاح 3 برضو في مقارنة جميلة بين مجد موسى ومجد العهد الجديد. كورنثوس الثانية أصحاح 3، معلش احنا بس بنوضح ونرجع تاني لنص العبرانيين بس عشان نوريكم التفكير ماشي ازاي. فيقول ان كان خدمة الموت 3:7 المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد. كلام على مين؟ على خدمة العهد القديم اللي يمثلها الحجرين اللي شالهم موسى
اللي كان منقوش عليهم بأصبح الله. مفيش مجد أعظم من كده، مفيش حدث تاريخي بعظمة هذا الحدث في العهد القديم، إن البشرية بتستلم بخط ربنا الشريعة. لكن سماها إيه معلمنا بولس؟ شوفوا، إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. ما انتهت القصة دي بإيه؟ إن موسى بعد كده بقى ينزل من الجبل، الناس مش قادرة تبص في وشه من النور المنعكس على وشه من قعدته مع ربنا، فاليهود مش قادرين يبصوا في وش موسى، بقى يحط برقع. إنما كل ده في الآخر انتهى بإيه؟ انتهى بموت. الناس دي كلها هلكت في البرية، فسماها خدمة الموت. وإن كانت حصلت على مجد، المجد ممثل في إيه؟ إن موسى وشه بقى منور من كثر مجد خدمته. فيقول إن كانت الخدمة دي خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ يعني دي خدمة الحرف صار لها مجدا، هم لما تبقى خدمة الروح. إذا كانت الخدمة اللي انتهت بهلاك اليهود برضو كان لها مجد، لأن في تعامل مع الله. فكم وكم لما يتجسد ابن الله بالحقيقة وينزل للعالم، مجدها إيه دي؟ وبعدين يقولها بطريقة تانية، إن كانت خدمة الدينونة مجدا. الدينونة يعني إيه؟ يعني حكم على الشعب اليهودي بالفناء، أغلب الجيل اللي طلع من مصر هلك ما عدا النفرين يشوع وكلب سبب عدم إيمانهم، فتسمت خدمته خدمة موسى. يعني لو موسى داخل كده على ربنا حاسس مش مبسوط، ليه؟ الجيل اللي خرج بيه من مصر كلهم هلكوا، مفيش غير العائلة الصغيرة اللي كبرت في البرية دخلت بإيمان على كنعان. فموسى حاسس بعجز مع عظمته ودالته وكرامته الكبيرة قوي. فإن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. يعني في العهد القديم البر عاجز معطل، ومع هذا موسى له مجد وكرامة والخدمة لها مجد. طب تقولوا ايه بقى عن الخدمة التي يقودها ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح في العهد الجديد؟ لا تعطي دينونة إنما تعطي برا. تطلع من مستوى الحرف إلى مستوى الروح. يقولها بطريقة ثالثة، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. هنا الزائل على مين؟ على موسى وخدمته. لأن موسى كشخص مهما كان له نهاية، وخدمته مهما كانت لها مجد، إنما انتهت في الآخر إن ربنا رفض الشعب ده وانتهى عهده مع اليهود. أما المسيح له المجد فهو الدائم إلى الأبد، فكيف يكون مجده؟ إذن بولس الرسول كان مشغول بالمقارنة دي من بدري، في كورنثوس عمل مقارنة، ربنا يسوع له المجد نفسه دخل في مساومة مع اليهود كانوا بيساوموه، بقولة موسى عمل لنا أنت هتعمل إيه؟ وفي العبرانيين نرجع تاني نشوف كان ربنا يسوع في مقارنته مع موسى النبي بولس بيقول فيه ايه. يقول فإن هذا المسيح له المجد قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. يعني كأنه عاوز يقول لهم ايه، انتوا بتقارنوا مين بمين؟ موسى ده حتة من البيت، إنما المسيح ده باني البيت كله. لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. الآية دي تؤكد أن المسيح هو الله. ليه؟ لأنه لسه بيقول كرامة باني البيت ونسبها للمسيح، فعشان يدي مثل يقول كل واحد بيبني البيت، إنما بيت ربنا مين اللي هيبنيه؟ ربنا نفسه. يبقى ربنا نفسه هو اللي بيبني بيته، ولسه بيقول المسيح هو باني البيت، إشارة إلى لاهوته. موسى كان أمينا في كل بيته كخادم. تعبير ده مهم أوي. يعني موسى بيشتغل في بيت ربنا برتبة إيه؟ خادم. مهما كان خادم يعني عبد يعني خدام. مع عظمة موسى إحنا لا نقلل أبدا من شأن موسى النبي، ده بنسميه رئيس الأنبياء.
موسى ده شخص عظيم جدا، انما اذا اتحط في مقارنه مع ربنا يسوع له المجد، لا مفيش مقارنه. ليه؟ دي مقارنه عبد بسيد، دي مقارنه انسان باله، دي مقارنه عضو في البيت من باني البيت وصاحب البيت، فمفيش مجال للمقارنه. فلانه بيخاطب اليهود او الذين كادوا يرتدوا الى اليهوديه، قال لهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ان كان رسولكم هو موسى، احنا رسول اعترافنا المسيح، وان كان رئيس كهنتكم هو هارون، احنا رئيس كهنتنا هو المسيح. تلاحظوا ان المسيح كمان جمع موسى وهارون في شخص، جمع الرسوليه كلها وجمع الكهنوت كله، لان هو الاله الكامل المتجسد. كل بيت يبني إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. موسى كان أمينا في كل بيته. تعبير البيت إشارة إلى الشعب اليهودي كله، بس لأنه التشبيه ده كتير قوي في الكتاب، فكان محفور ومعروف عند اليهود أن يمثل الشعب أو الديانة كلها تمثل ببيت وربنا صاحب البيت. التشبيه ده مشهور عندهم وعندهم، مقبول الفكر. كنيسة هي بيت الله، وكلنا أعضاء في هذا البيت، عيلة واحدة يرأسها المسيح له المجد، رأس البيت كله، كلنا أعضاء بقى وكلنا في العيلة. عشان كده حتى ضمنيا دي بيفهم منها أن لازم يبقى لنا علاقة بالقديسين والملائكة، مش عيلة واحدة، بيت واحد. موسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. يعني دور موسى خدام في البيت، يشهد بالحق، يقدم الشريعة كما أرادها الله لشعبه، ويتكلم عما يأتي بعده للعتيد أن يتكلم به. يعني دور موسى كمان مش بس ينظم الشريعة، ينظم العبادة، يقود الشعب، إنما كمان يشاور على المسيح المآتي، زيه زي كل الأنبياء. كل نبي كان له دور في وقته وله دور في مستقبل. دوره في وقته أن يخلي الناس تتوب وترجع لربنا، ويعرفهم كلمة ربنا عشان يمشوا صح، ويظبط الفساد اللي في المملكة أو في الشعب قبل ما كانت مملكة. إنما في دور آخر لكل نبي، إن يشاور على الخلاص الآتي، وإلا ما كانش يتسمى نبي. النبي هنا يحمل نبوة، والنبوة دي حاجة في المستقبل الآتي، فلازم يشاور على المسيح وعلى العهد الجديد وعلى الخلاص وعلى السماء، رحلة الحياة الجديدة. أما المسيح، تلاحظوا كلمة أما بتتكرر ليه؟ لأن كل القصة على مقارنة، مقارنة موسى بربنا يسوع. موسى كان أمينا كخادم، أما المسيح فكابن على بيته. قبلها لسه بيقول باني البيت، وقبلها قال صاحب البيت، دلوقتي بيقول إيه؟ بيقول ابن على البيت. هتقول تفرق؟ ما تفرقش، ما هو ابن البيت صاحب البيت، ابن البيت هو صاحب البيت، لأنه يورث الوريث الشرعي لأي بيت هو ابن صاحب البيت. فالمسيح له المجد هو ابن على بيته، يعني هو صاحب كل حاجة. فموسى خدام في البيت، المسيح له المجد صاحب البيت لأنه ابن البيت. لعل واحد ما يكونش فهم معلمنا بولس بيقصد إيه، قال بيته نحن. بيته بقى الحقيقي مش اليهود، خلاص اليهود ما عادوش بيته، لأن ربنا يسوع له المجد في آخر رحلة حياته على الأرض قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، مع أنه قبلها بكم يوم كان بيقول إيه؟ بيتي بيت صلاة يدعى، كان لسه مطول باله لآخر مرة. وبعدين أخيرا قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا لأول مرة بيقول إيه؟ بيتكم، ما عادش بيتي، يترك لكم خرابا. لما قال بيتكم ما عادش اليهود بيت ربنا، بيته إيه بقى؟ نحن، إحنا اللي بقينا بيته، إحنا اللي خدنا هذه الكرامة، زي ما قالها معلمنا يوحنا في أول إصحاح، قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يبقى في نظام جديد، في بيت جديد، في عهد جديد، في شعب جديد،
هو الشعب المؤمنين بالمسيح له المجد، إلهنا الحقيقي ومخلص نفوسنا. ده البيت. فمعلمنا بولس لخصها في كلمتين صغيرين مهمين قوي، بيته نحن، احنا بقى بيته. لما تسأل فين بيت ربنا، بيت ربنا هم شعب ربنا. مين شعب ربنا دلوقتي؟ هم المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، لكن من الله ولدوا. ولدوا ازاي؟ بالإيمان والمعمودية والحياة المقدسة. أما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا، خلي بالكم بالآية دي، بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. أصل اليهود كان عندهم اعتقاد إحنا بيت ربنا، مهما حصل مهما عملنا ملوش يسيبنا، إحنا بيته، يعني أتجاوز وأقول غصب عنه. إنما طلع أن ربنا لا يفرض عليه شيء طبعا، فقال طب بيتكم يترك لكم خرب. فعشان كده معلمنا بولس عاوز ينبهنا ويقول إيه؟ بيته نحن إن تمسكنا. لأن اليهود لم يتمسكوا بأن يظلوا شعبا مختارا، رفضوا المسيح له المجد، صلبوا المسيح فخسروا كل حاجة. فإحنا هنفضل بيت ربنا إن تمسكنا. فكلمة إن تمسكنا دي مفيدة قوي في الرسالة دي، لأن الناس كانت بدأت تتشكك وتفكر ترتد ترجع تاني تبقى يهود. فقال لهم أنتوا طول ما أنتوا مسيحيين تؤمنوا بالمسيح كإله وحاطين المسيح في مكانة أعظم وأرفع من موسى جدا، طول ما أنتوا متمسكين بالإيمان ده تبقوا بيت ربنا. إنما لو هتتراجعوا وتتمسكوا بالبيت القديم ويبقى موسى هو كبير البيت في نظركم، يبقى تركتم العهد الجديد وما بقيتوش بيت ربنا. بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. يبقى كلمة إن تمسكنا توحي إن فعلا في ضغط، في اضطهاد، في موجة ارتداد، ففي ناس ما عادتش متمسكة بالإيمان. ثقة يعني إيمان. فقال اللي هيفقد إيمانه ورجاءه في المسيح ومش هيمسك فيه حتى لو كان ابتدى صح هيضيع، مش هيبقى بيت ربنا، ما هيخسر ربنا. بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء. ثقة الرجاء دي كلمة جميلة. يعني إيه كلمة ثقة؟ يعني إيمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الرجاء والإيمان كلمتين دايما ماسكين إيدين بعض. ليه؟ لأن الإيمان معناه أنا بثق في حاجة أو في شخص ربنا له المجد وأنا مش شايفه، ولأني بثق فيه بترجاه برجوه بنتظره. فكلمة إيمان وكلمة رجاء تلاحظوا ما ينفصلوش عن بعض أبدا. الإيمان هو الثقة والرجاء هو الانتظار والعشم والأمل. يعني كلكم عندكم إيمان بربنا يسوع له المجد، فبتصلوا راجين استجابته، يبقى في رجاء مبني على الإيمان. كلكم عندكم إيمان إن في حياة أبدية، يثق في حياة أخرى مستنيانا، فعندنا رجاء نوصل للحياة الأبدية. فتلاحظوا موضوع الإيمان وموضوع الرجاء واحد. المسيح هو رجائنا وهو إيماننا. الحياة الأبدية هي رجائنا وهي إيماننا، واخدين بالكم؟ واحد بيثق في قوة الصلاة فيرجو من الصلاة الاستجابة، بيصلي راجيا الاستجابة. ليه؟ لأنه بيثق في قوة الصلاة. فما تقدروش تفصلوا أبدا كلمة الثقة عن الرجاء عادة. فبيقول بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء. يعني إيه؟ الرجاء الذي له الثقة. يعني ببساطة إن تمسكنا بالإيمان والرجاء اللي ابتدينا بيه. والناس دي اتعمدت والناس دي أمنت بالمسيح له المجد وعشان كده بقوا مسيحيين. إنما بعضهم النهاردة ابتدى يشاور نفسه بسبب الاضطهاد الشديد والتيار اليهودي الجامد، بيشككوهم في المسيح، بيقولوا لهم لا
موسى أهم، موسى أعظم، أنتوا هتخسروا الكهنوت اليهودي، مش هتدخلوا هيكل سليمان تاني، هتتحرموا من الذبايح. بيشككوهم. فالحزب حزب ترجعوا للي سبتوه، تمسكوا بإيمانكم. إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتا إلى النهاية، يعني خليك ثابت لآخر يوم. يترد على المعتقد اللي عند البعض لما يقولوا اللي آمن لا يمكن يرتد. طب ليه بيقول إن تمسكنا، وليه يقول خليك ماسك وثابت إلى النهاية؟ معنى كده في ناس هتمشي وترجع تاني، دخلت الإيمان المسيحي وارتدت عنه تاني. احنا بنعتبر رسالة العبرانيين كلها رسالة للمرتدين، يعني للي بيفكروا يرتدوا عن الإيمان. فعشان حد يقول انه المؤمن لا يرتد ابدا، ده كلام مش ماشي مع الكتاب. ده في آية صريحة هيقولها لسه بولس قدام في العبرانيين، يقول اما البار فبالإيمان يحيا وان ارتد، يعني حاطط احتمال، لا تصر به نفسه. فعشان كده الواحد يفضل دايما حريص انه يفضل ماسك في ربنا وفي ايمانه لاخر لحظه، لان في ناس امنت وابتدات حياتها مع ربنا وبعد شويه زاغت، تراجعت، ارتدت، بعدت. فمعلمنا بولس بيحذرنا ضمنيا بعد ما بيقول لنا في فرق كبير قوي بين تبعيتنا للمسيح وبين تبعيتنا لموسى. موسى كان خادم على بيته، المسيح صاحب البيت. موسى كان جزء من البيت، المسيح الكل في الكل، ابن على بيته. فكرامة المسيح أعظم جدا، وإحنا هنفضل بيته إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره. طب إحنا تعلمنا أن الافتخار ده حاجة مش صح. الافتخار بالأمور البشرية خطية، يعني لما تفتخر أنك أنت كويس، لا دي حاجة مش كويسة. إنما لما تفتخر بربنا دي حاجة حلوة. الكتاب يقول من افتخر فليفتخر بالرب. يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد يقول يا سلام ربنا ده حلو قوي، بيحبنا قوي لغاية كده، هو بيفتخر، بس مش بيفتخر بنفسه، مش بيقول أنا كويس، بيقول ربنا حلو، بيقول ربنا جميل، ربنا فدانا، ربنا خلقنا، ربنا عمل كل حاجة حلوة. هو يفتخر بعمل الله ولا ينسب شيء لذاته. طب ومال؟ والافتخار هنا مبني على الإيمان ومبني على الرجاء. فكان المسيح من دول بيفتخر أو بيعترف بإيمانه. القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لغاية النهاردة لما حد يتعمد بيؤمن ويعترف، يعترف بقانون الإيمان. وإن كان طفل الإشبين بتاعه بيقول الإيمان بالنيابة عنه ويسلمه الإيمان. فهذا الاعتراف أو الافتخار بتاع الإيمان، أؤمن بربنا واحد ويقول كل حاجة، لازم يثبت فيه للنهاية. لأنه لو تزعزع هذا الإيمان خرج من البيت وفقد كل حاجة. نرجع تاني نراجع. يبقى الجزء الأولاني من أصحاح 3 عمل مقارنة بين موسى كرجل العهد القديم وبين المسيح له المجد وسيط العهد الجديد، وقال الفرق كبير قوي في الكرامة والمجد. مع كل مجد موسى، إنما موسى كان عبدا أمينا، أما المسيح إلهنا فهو الابن الكلمة المتجسد، هو الرب الأمين في كل عمله. وإحنا بيته الجديد، إحنا كمؤمنين بالمسيح له المجد، بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. لذلك تلاحظوا بقى معلمنا بولس في حتة جميلة أوي، يمزج دايما العقيدة بالحياة الروحية، يمزج الشرح اللاهوتي بالتطبيقات العملية. إحنا ما عندناش لاهوت منفصل عن حياتنا. يعني قاعد يكلم هو دلوقتي في شيء يبدو للبعض انه نظري، الفرق بين موسى والمسيح، مين اعظم، مين يمشي ورا مين، مين بيته الحقيقي دلوقتي، بيت ربنا انهي، اليهود ولا احنا. دي شكلها كده مقارنات لاهوتيه او البعض يعتبرها نظري. انما معلمنا بولس ما عندوش كده، ده هو هيخلص من الكلام ده الى شيء، انه خلي بالكم حاسب على روحك،
يعني شوفوا هينقل الكلام من المستوى الفكري إلى المستوى التطبيقي، فيقول: لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. هينقل إلى رسالة تطبيقية، عاوز يقول للناس إيه؟ حسبه، أجدادكم زمان اليهود عدوا من البحر وشافوا البحر واقف سور مية والسحابة فوق رأسهم، وعمود السحاب بيبقى عمود نار بالليل شافوه بعينيهم، والسماء نزلت أكل بعينيهم شافوها وبلسانهم دقوها، الصخرة طلعت مية قدام عينيهم وشربوا من المية دي كلها، وفي الآخر حصل إيه؟ ما وصلوش كنعان. ليه؟ عشان اللي قاله ربنا: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم كما في يوم السخط أو الإسخاط. يعني إيه؟ عاوز يقول لنا اوعوا تبقوا زي أجدادكم، بيكلم ناس في الأصل يهود ما تنسوش، فأجدادهم هم فعلا اللي مشوا حاجات حلوة جدا في رحلة مع ربنا وجم في نص السكة وتراجعوا وأنكروا وأسخطوا ربنا. أسخطوا يعني أغضبوه، عملوا سخط، خلوا ربنا يغضب عليهم. ليه؟ بقوا يعملوا عجل ذهبي ويعبدوه ولسه الصخرة بتطلع مية، يعني حاجة منتهى قلة الإيمان. وكان السبب إيه؟ حسب تعليم الكتاب قساوة القلب. طب وهي قسوة القلب دي بإرادتي ولا مش بإرادتي؟ لا، بإرادتك. عشان كده تيجي الوصية اللي في العهد القديم تتكرر في العهد الجديد، وصية مهمة قوي: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. حاسب، لأن دول بتوع زمان سمعوا صوت ربنا وقسوا قلبهم، وبسبب قساوة قلبهم هلكوا. إنما تقدر تقول ربنا أثر في خدمتهم؟ أبدا، ده ربنا عمل معهم معجزات ما فيش شعب في التاريخ شاف قدها، وبسبب قساوة قلوبهم انطبق عليهم الكلام: لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون. ليه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانهم وطمست عيونهم، مش عاوزين يسمعوا ولا يفهم، مع أن الحقيقة واضحة زي الشمس أكثر من الشمس، ومع هذا برضو في نوع من القسوة، قلب حجر. فالتوجيه كتابي أو التنبيه هنا: حاسبوا يا جماعة اللي بيفكروا يرتدوا، حاسب تأسي قلبك، حاسب تعند، الحقيقة واضحة، وربنا يسوع له المجد جه يخلصنا ويفدينا. فأي عقاب أشر يستحق من داس دم العهد الجديد؟ دي لسه هيقولها، أو زي ما قالها في إصحاح 2 هنا، يقول: إن كانت الكلمة بتاعت العهد القديم قد صارت ثابتة وكل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ يعني إحنا معروض علينا خلاص أعظم جدا من خلاص العهد القديم. بتوع العهد القديم الخلاص بالنسبة لهم إيه؟ يخلصوا من العبودية اللي في مصر، يخلصوا من الذل اللي في مصر، إنما كم يوم ويموتوا برضه زيهم زي غيرهم. إنما إحنا معروض علينا خلاص مش من العبودية اللي في الأرض، من جهنم، خلاص من الموت، خلاص من عبودية الشيطان والشر، خلاصا هذا مقداره. فلو إحنا أهملنا هيحصل لنا زي اللي حصل لهم زمان. كما يقول الروح القدس، الروح القدس دي قالها إمتى؟ لأن نفس الآية دي هيجي في الصحاح بعد كده يقول: كما يقول داود. طب هو داود ولا الروح القدس؟ دي تؤكد فكرة الوحي عندنا، أنه الكتاب المقدس هو إنتاج مشترك بين روح الله والأنبياء والرسل. يعني إيه؟ يعني ممكن تنسب نفس الآية مرة إلى النبي باسمه ومرة إلى روح ربنا، هي نفس الآية. الآية دي داود قالها، إنما المرة دي بيقول كما يقول الروح القدس. طب ومال؟ ما هو داود تكلم بالروح، ودي اللي شرحها معلمنا بطرس في رسالته، قال: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى اللي بيتكلم النبي، لكن اللي بيسوق روح ربنا، فيبقى عمل مشترك. وعشان كده عندنا الوحي
معصوم من الخطأ لأن كلمة الله بالحقيقة، إنما النبي ذاته أو الشخص ذاته مش معصوم من الخطأ، لكن الكلمة اللي بيقولها الروح القدس على فمه دي كلمة ربنا ما فيهاش خطأ. كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباءكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت دائما إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. ده بيحكي لنا اللي حصل وجايب لنا النص من العهد القديم عشان يقول لنا إيه؟ أباءكم مشوا في البرية وجربوني. هنا جربوني، ساعات واحد يسأل يقول هو ربنا يحب نجربه ولا لا؟ لو هنجربه بعدم إيمان طبعا لا، تبقى خطيئة. لا تجرب الرب إلهك. عدو الخير جه للمسيح يقول له ما ترمي نفسك والملائكة تشيلك، قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. إنما في فرق بين إنك تدوق خبرات مع ربنا زي كلمة هاتوا العشور وجربوني. جربوني هنا مش بعدم إيمان، يعني شوف هعمل معاك إيه، ده دي فيها إيمان. لما الواحد بيطلع من العشور يعني يدي عشوره لربنا أو أكتر وعنده إيمان أنه في بركة هتحصل، فالتسعة من عشرة هتبقى أكتر من العشرة من عشرة، دي فيه إيمان. هنا ربنا ما يزعلش لما تجربه، هنا تجربه بمعنى إيه؟ تختبره. تختبره برضه مش بتمتحنه، لا بتدوقه، تعمل معاه خبرات، بتكون خبرات معاه لأن ربنا أمين في كلامه. إنما واحد يرمي نفسه في الغلط وبعدين يقول أشوف ربنا هيعمل إيه؟ لا، هي دي بقى اللي ينطبق عليها لا تجرب الرب إلهك. فهم جربوا ربنا بمعنى غازوه، بمعنى حبوا يحطوا إله بديل قصاد ربنا يقولوا طب ورينا لو أنت موجود هتعمل إيه بقى؟ شوفوا بقى الكلام، طبعا دي خطيئة شديدة جدا. دي مش خبرات روحية، لا، ده تحدي لربنا، ده عدم إيمان. لا يعملوا عجل ذهبي ويغيظوا ربنا فيقول أسخطوني يوم القفر يوم التجربة. وبعدين ملخص حياتهم إيه؟ اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة. يقصد أنهي 40 سنة؟ بتوع البرية، بتوع سينا، من ساعة ما خرجوا من مصر لغاية ما وصلوا كنعان كان 40 سنة. موسى كان 80 سنة، وصل على باب كنعان كان 120 سنة، وبعدين راح السماء ما دخلش كنعان، يشوع هو اللي دخله. 40 سنة بيعذبوا ربنا، بيشوفوا منه حاجات حلوة كتير وهم بيعندوا، وكل شوية يقولوا طب نرجع مصر، طب ايه اللي طلعنا الصحراء؟ ده مش مرة، ده عشرات المرات، كل شوية يرجعوا يقولوا كده مع كل الخير اللي شافوه بعينيهم. يقول لذلك مقدت ذلك الجيل. هو بقى ضمنيا عاوز معلمنا بولس يجيب الشاهد ده ليه؟ عشان يقول لهم ربنا عرفنا من سفر من أسفار التوراة والتثنية بالذات أنه خلاص هو مش هيكمل مع اليهود، لأنه اليهود هم اليهود كما كان هكذا يكون، يمشوا خطوة ويرجعوا خطوات ويعذبوا ربنا، وربنا يطول باله ويطول باله، في الآخر يقول ما فيش فايدة فيهم، ما فيش فايدة. فهنا الكتاب العهد القديم نفسه يعلن رفض الله لليهود، مش احنا بس اللي بنقول كده، ده اللي يدرس العهد القديم بدقة يكتشف ان العهد القديم هو ذاته بيشهد على اليهود مش لصالح اليهود. فهذه آية مثلا تقول لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم من ضلال لضلال، ليه؟ قساوة القلب، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، أو لأنهم لم يعرفوا سبلي، مش فاهميني برضو، بعد كل السنين دي مش عارفين، مش عارفين يثقوا فيا، مش عارفين يتكلوا عليا، مش عارفين يصدقوا كلامي، مش عارفين يسمعوا كلامي عشان يرضوني. أنا أقول لهم كل ما هتمشوا ورايا هفرقكم، كل شعوب هتخضع ليكم، هورثكم كل الأرض وأديكم العمر والخير والبركة، وبعدين يرجعوا يقولوا لا ربنا خلى بينا، فين موسى؟ طب نرجع عند قدور اللحم في مصر،
خسارة البصل والكرات اللي في مصر، وقعد يقولوا كلام ضعيف ومهين لربنا له المجد. فيقول حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. يعني ربنا له المجد في الآخر أقسم لن يدخل راحته. دي كانت نبوة أخرى تؤكد أن اليهود مرفوضين من ربنا. قال خلاص ما لهمش راحة، لن يدخلوا راحتي. بالنسبة لهم كانت تعني مش هيدخلوا كنعان. اللي خرجوا من مصر دول مع كل اللي عملوه مش هوريهم كنعان، ومعاهم موسى كمان. طبعا كمان قولت موسى ما يدخلش كنعان دي لوحدها تؤكد انه مع عظمة موسى هو خادم في بيته، حتى كنعان لم يرث. يعني اليهودي لما يجي يقارن موسى بالمسيح نقول له ده موسى ما دخلش كنعان حتى، مش هنقول لك دخلنا السماء. سماء ايه؟ ده موسى معرفش يدخل شعبه كنعان بنفسه، انما مسيحنا والهنا واخدنا من الارض على السماء على طول. موسى مات اما مسيحنا لا يموت. موسى عبد اما مسيحنا هو السيد، هو الاله، هو الرب. حتى اقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. دي لسه هشرحها التفصيل لصاحب جاي. انظروا ايها الاخوه الا يكون في احدكم قلب شرير. احنا بقول لكم بيقلب بقى من الجانب الفكري الى الجانب التطبيقي. فبيقول حسبوا يا ناس لحسن انتوا كمان تعملوا زي ما اليهود عملوا، تبقوا دقتوا ربنا ودقتوا جمال ربنا ودخلتوا في حياه وعهد جديد مع ربنا، وبعدين تقسوا قلبكم تاني. هينطبق عليكم اللي انطبق على اليهود اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. فانظروا ايها الاخوه الا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. بان قوي غرض الرساله في الايه دي. يبقى هو بيحذرهم من ان يرتدوا عن الله بقلب شرير يظلل عدم الايمان. فيبقى معلمنا بولس كل غرضه يثبت ايمانهم عشان ما يرتدوش. وقال لهم مرتبط بعدم الايمان كلمه قلب شرير او قلب قاسي. فرعون مثلا قيل ان قلبه كان قاسي جدا. ليه؟ تخيل واحد بيشوف كل يوم معجزه من موسى، معجزه قدام عينه، وبعدين يعند ويقول انا ربنا زي ربنا بتاعكم. هتقولي الصحراء يعملوا زي ما موسى بيعمل، والصحراء بعد شويه يخيبوا مش قادرين يباروا موسى في اللي بيعمله طبعا. ومع كده يعند ويتحدى ربنا. فكان فرعون مثل لقساوه القلب. يعني اليهودي من دول شاف اسود قلب فرعون ونتائجها. شاف فرعون بيغرق وشاف جثته على الارض على البحر. بعد كده فرعون وكل جيشه غرقوا في البحر بسبب قساوه قلوبه. كان درس لليهود من بدايه رحلتهم حزب. الناس دي شافت معجزات قد كده وما اتعظتش وما عرفتش تخاف من ربنا، فحزبوا من قسوه القلب. ما تفوتش سنين واليهود يبقوا كلهم قلبهم حجر ويعملوا اوحش من اللي عمله فرعون في موسى، فهم كمان يهلكوا. انظروا يعني تحرصوا احترسوا او راجعوا نفسكم ايها الاخوه الا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. هي كلمه الارتداد تؤكد انه بدا بايمان وارتد عن الايمان. يبقى الواحد بينا لازم يخاف على نفسه. مهما كان ليك ايمان حلو اثبت، تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك. كمل ايامك في الايمان. احنا نقول ايه في القداس؟ اما نحن يا رب على الارض احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام الى النهايه. حافظ علينا جوه الايمان يا رب لغايه ما نخلص ايامنا على خير. لان اللي يبتدي بايمان ويخرج منه كانه ما خدش حق، يبقى ضيع كل اللي عمله. قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. أنا هختم بالآية الجميلة دي. بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية. معلمنا بولس قال معنى جميل أوي.
قال ايه؟ اوعز نفسك بنفسك. ما هو في كلام كتير قوي في الوعظ انت سمعته قبل كده، بس اللي بيحصل ان الواحد يسمع وينسى فيقوم قلبه ينشف. طب تعمل ايه تاني؟ اوعظ تاني او اسمع وعظة تاني. طب كل يوم هتسمع وعظة ازاي؟ كان زمان ما عندهمش بقى كاستات واغابي وحاجات كده. انما كان يقول لهم عزوا انفسكم كل يوم، معناها انت اوعظ نفسك. انت فهمت الحكاية؟ عرفت الخطورة؟ عرفت المسؤولية؟ ان ممكن قلبك ينشف فترتد. كل يوم فكر نفسك بالحكاية دي، هاي جميلة قوي. عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. يعني ايه؟ طول ما لسه بتقول النهاردة يعني لسه فيك نفس، يعني لسه في ايام، يعني لسه في عمر، اوعظ نفسك. لانك لو بطلت تفكر نفسك يقسى احد منكم بغرور الخطيه. القلب ده زي الارض، لو كل يوم ما تسقاش شويه ميه تنشف، تجف، تحجر، وتلاقي نفسك بتتشكك في ربنا. ده كان معانا ناس خدام يخدموا ربنا وبيحبوا ربنا وبيبشروا بربنا، سافروا بلاد ما فيهاش ايمان، تشوفهم بعد 20 سنة تلاقيهم ملحدين مثلا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قلبهم اتقسى، قلبهم بقى حجر. ليه؟ ما كانش في وعظ، ما كانش في تعليم، ما كانش في غذاء روحي، فالارض حجرت ونشفت وشققت. طبعا ما فيش ثمر، بقى شخص مختلف. تقول هو ده اللي كان في يوم من الايام خادم، ده اللي كان مواظب على التناول وعلى الكنيسه وعلى الخدمه وعلى، طب ايه اللي جراله؟ اهو ارتد، اهو ارتد عن الايمان. ازاي؟ لان قلبه نشف. نشف ليه؟ لانه بطل يراجع اللي سمعه قبل كده، بطل يقرا الانجيل، بطل يفهم رساله ربنا. عاوزين نحفظ الايه دي، عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. اصل هيجي وقت خلاص هتخلص الفرصه، مفيش مجال تسمع وعظ، لانك خلاص كده العمر خلص. انما طول ما في عمر وطول ما في وقت، عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقصى السين قساوة احد منكم بغرور الخطيه. دايما القساوه معها كلمه غرور. دايما اللي تلاقيه قلبه حجر ما عندوش ايمان، وتبقى الحقيقه واضحه قصاد عينه ومتشكك فيها، دايما ده مصحوب بكبرياء، بغرور. الشخص المتواضع قريب جدا للإيمان، يقبل بسهولة جدا الإيمان، زي الطفل الصغير إيمانه بسيط وسريع. إنما ربنا يسوع له المجد نفسه يقول إيه؟ أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء.